أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. النهاردة إحنا موجودين في المكان الجميل ده. أنا دايماً بقول على أي مكان في اسكندرية مكان جميل، لأن فعلاً اسكندرية هي جميلة الجميلات وعروسة البحور. المكان الجميل ده في الحي اللاتيني، وده شارع الجبرتي. إحنا النهاردة هنتكلم عن الجنينة الجميلة اللي قدامنا دي، وهنعرف حكاية الجنينة الحلوة دي. لكن في البداية هناخد فكرة كده بس عن الشوارع المحيطة من أول شارع أبو قير. طبعا مكان هنا شارع أبو قير، وهنا حديقة البلدية أو جنينة البلدية. المكان هنا بيتميز بالشجر والخضرة والشجر القديم جدا العتيق. بصوا جمال الشوارع قد ايه جميلة وقد ايه نظيفة. المكان هنا الناحية التانية بتعتبر منطقة الشلالات، وبتفصلها ساعة الزهور. والشارع اللي قصادنا ده على طول هو شارع السلطان حسين، وكان اسمه سابقا شارع ألمانيا. احنا دلوقتي هنا موجودين في شارع باتريس لومومبو. في البداية كان اسمه شارع الأمير عمر توسون، وبعد كده اتسمى شارع بلجيكا علشان العلاقات ما بيننا وما بين بلجيكا. لكن بعد كده عبد الناصر سمى الشارع ده باتريس لومومبو، هو حاليا اسمه باتريس لومومبو. الشارع ده العمارة اللي قدامنا دي على طول اسمها عمارة كوتاريلي، صاحب مصانع السجاير كوتاريلي. وكمان الفيلا اللي جنب العمارة على طول دي كانت تعتبر فيلا الضيافة، اللي هو بيستقبل فيها الضيوف بتاعته على نص شارع الجبرتي اللي كلها شجر. والفيلا موجودة لحد دلوقتي، هي مقفولة. أنا الحقيقة بعدي هناك كتير. تعالوا بقى للناصية التانية دي، الفيلا اللي قدامنا دي على طول، الفيلا دي اللي هي واخدة ناصية شارع الجبرتي وكمان شارع باتريس لومومبو. الفيلا دي كانت زمان واحد إيطالي اسمه ريتشارد مزراحي، لكن هي حاليا فيلا النجار، وفيها مقر حاليا شركة ملاحة، وكمان فيها قنصلية الدنمارك والسويد، وكمان ليها ملحق لسفارة الكويت، وهي حاليا فيلا النجار. عايز اقول لكم بس في البداية ان ريتشارد مزراحي ده اللي هو كان مالك الفيلا دي في البدايات خالص، هو كان سكندري من اصل ايطالي، هاجر لايطاليا سنة 1956. طبعا لما عبد الناصر مشى كل الجاليات الاجنبية، هو كان صاحب شركة شاي السلسلة. يلا بينا بقى علشان نعرف حكاية الجنينة اللي احنا بنتكلم عنها اصلا النهاردة. يرجع قصة الجنينة دي من سنة 1905، لما كان المكان ده معظمه كان فاضي، والجنينة دي كان بيسكنها ناس فقيرة جدا من سكان اسكندرية، والبيوت بتاعتها بسيطة قوي. لكن كان في بيت وجواه مقام، المقام ده بتاع سيدي زيدان او الشيخ زيدان، يمكن بقاله اكتر من 1000 سنة المقام ده، لان الشيخ زيدان ده كان عايش في الحي اللاتيني ومات فيه واندفن هنا، وهو مدفون حاليا في الجنينة دي تحت الشجرة اللي هي في النص. يعني الشيخ زيدان ده مدفون دلوقتي هنا تحت، هوريكم من الشجرة دلوقتي، في الشجرة اللي هي في النص دي اللي في النص، وبتظهر على طول في الربيع وبتطلع ورد جميل جدا جدا. لكن لما جم يطوروا الحي اللاتيني طلعوا كل الناس اللي كانت موجودة هنا وعطوهم فلوس
وقال لهم امشوا من المكان ده، واللي دفع لهم فلوس ومشاهم هو صاحب الفيلا اللي هنا دي كوتاريلي. قال لهم امشوا لان المكان هنا كان كله اجانب وخواجات كانوا ساكنين في المكان ده، لكن كانوا هيعملوا ايه في الجنينة دي علشان خاطر المقام سيدي زيدان اللي هو مدفون. سابوا المكان زي ما هو، جنينة كده واشجار عتيقة. الاشجار دي بقالها اكتر من 120 سنة. هي دلوقتي علشان احنا في الشتاء، طبعا الورق بيتساقط في الشتاء، لكن في الربيع بيظهر والجنينة بتبقى جميلة جدا. ناس كتير ما تعرفش مكان الجنينة دي، وفيها كمان كراسي اللي حابب يجي ويستمتع بمكان هادي ومكان جميل. يمكن اللي بيستمتعوا أكتر هم أهالي المنطقة أو اللي ساكنين هنا، وكمان في هنا شركات سياحة وشركات ملاحة وكمان بنوك وسفارات، كلهم بيستفادوا بالمكان الجميل ده وبيستمتعوا بيه. أنا بقول لكم اللي حابب يجي يستمتع كمان، المكان هيعجبكم قوي. اللي حابب يجي ويجيب معاه مثلا الفطار أو الغدا بتاعه في الشتاء بتكون جميلة قوي ومشمسة. ياريت يعملوا أماكن زي كده في كل اسكندرية ما بين المباني، بحيث كل حي يكون فيه جنينة حلوة كده ويستمتعوا أهل الحي بيها. أنا بشكركم جدا، ويا رب المحتوى يكون عجبكم، وإلى لقاء في مكان آخر وفي حب اسكندرية نلتقي.